طبعا للحديث حول أهمية هاي المرحلة ودورها أيضا في إنجاز البدايات الجديدة، نرحب بضيفنا بالاستوديو المستشار الدكتور أحمد جميل النعيمي، مستشار أسري ونفسي ومدرب تنمية ذاتية. يا أهلا ومرحبا بك يا حياكم الله. شكرا على الاستضافة الكريمة. الله يحفظكم بخير ونعم، عساكم طيبين. يا مرحبا. طبعا أستاذ أحمد، يعني التقاعد على عكس ما يعتقد البعض، يعني في ناس يحطون في بالهم أن التقاعد هو بداية للابتكار، نعم، لبداية مشاريع، لبداية حياة جديدة. لكن البعض يشوف أنه خلاص نهاية الخدمة الوظيفية، أنه يتم يانس في البيت وخلاص انتهى كل شيء عنده. نعم. فشو الشيء الصحيح؟ الله يحفظكم. طبعا نشكركم على اختيار هذا الموضوع ابتداء، لأنه يمس فئة كبيرة من المجتمع، وقد يكون منهم أبائنا وعمامنا وخوالنا، يعني فئة كبيرة، فموضوع جدا حساس، وصراحة فيه دراسات كثيرة، لكن احنا نقف إن شاء الله من خلال هذا اللقاء على بعض أو أهم الأمور التي يحتاجها المتقاعد، والذي يعني ربما، وهذا شيء أكيد راح نكون من هؤلاء الذين إن شاء الله بعد العمر الطويل والصحة والعافية. دعوني قبل أن أجيب على هذا السؤال، يعني نستغل الفرصة نقدم الشكر والتقدير والثناء والاحترام لكل رجل ولكل امرأة بشتى المجالات، نعم، الذين بذلوا الغالي والنفيس من صحتهم وعافيتهم وعمرهم لأجل إسعاد الآخرين من عائلتهم أو مجتمعهم أو وطنهم أو المسؤولية التي على عاتقهم. فنقول لهم جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يمد في عمركم مع الصحة والعافية. آمين. نرجع على سؤالك الجدا مهم ودقيق سيدتي الكريمة. غالب الاعتقادات التي كثيرا ما تتحول إلى أقوال وأفعال مبنية على عادات نحن اخترعناها ثم آمنا بها ثم صدقناها ثم روجنا لها حتى أصبحت حقيقة واقع. قد تكون إيجابية، وهذا كثير من الأعراف والتقاليد، يعني ليست كل الأعراف والتقاليد خطأ، لكن هناك بعض التقاليد أو الأعراف هي تخالف العلم، منهج العلمي، أو تخالف الشريعة، أو تخالف الواقع. من هذه الأمور التي تخالف الواقع مسألة الاعتقاد بأن الإنسان إذا بلغ سن التقاعد حكمنا عليه بالموت، هاي أولا. حكمنا عليه بعدم العطاء، وعدم تقديم المزيد في خدمة المجتمع وفي خدمة نفسه وخدمة كل الذين حوله. فهذا اعتقاد مخالف للعلم والمعرفة والواقع، ودعوني أقول مخالف حتى للشريعة ممثلة بالقرآن. راح تقولين كيف ذلك؟ أنا أقول لك، عندما يتحدث القرآن عن الأعمار ذكر عدة أعمار، لكن من الأعمار المميزة التي بدأ بها وأثنى عليها عمر 40 فما فوقه، عادة هذا يسمى يعني عمر التقاعد. فماذا قال عن هذا العمر؟ قال حتى إذا بلغ أشده. أول شيء وصفه بالأشد، هذا عمر الحكمة، هذا عمر اتخاذ القرار الحقيقي. ليش؟ ما مبني على العواطف، مبني على تجارب ومبني على تراكمات علمية، فيكون قرار صحيح، فسماه الأشد. قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ماذا قال؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتي. وحينئذ نجد حتى النبوات والرسالات، وعلى رأس نبينا صلى الله عليه وسلم، بدأ من 40 مرحلة التقدم والازدهار ونفع الآخرين حتى بلغ 63 سنة وهو عنصر فعال صلى الله عليه وسلم. عندما نذكر سيدنا إبراهيم، احنا مجتمع مسلم ومبادئنا وقيمنا في هذه الدولة مبنية على هذه المبادئ العظيمة من القرآن والسنة وتقاليدنا ومعارفنا، نجد سيدنا إبراهيم عليه السلام بمصطلحنا الحديث الاقتصادي والعلمي، هو أول من بدأ بمشروع تطوير مكة المكرمة، صحيح، عندما أمره الله تعالى ببناء وتأسيس مكة وجعلها حرم آمن. نعم صحيح. كان كم عمره آنذاك؟ 80 سنة. اليوم يسمون هذا رجل عاجز أو صاحب همة أو كذا، ما ينظرون إليه، لكن سيدنا إبراهيم كان مهندسا في ذلك الوقت، صحيح، وكان معمارا وكان بناء، وهكذا جميع الأنبياء. نوح 1400 سنة عاش وهو يقدم المزيد. عندنا الحين سؤال بالنسبة، أنت تكلمت عن الأعمار بشكل كبير، نحن نشوف أن مثلا الأغلبية يتخذ أو يشوف العمر معين، أنا خلاص وصلت 40 ولا 50، هذا عمر التقاعد، وبعضهم يأخذ التقاعد في فترة سن صغيرة على أساس أنه يتفرغ لأمور أخرى، خلينا نقول البزنس. ولله الحمد يعني دولتنا حاليا متجهة اتجاه آخر، اللي هي تعطي تفرغ لأي شخص ناوي أنه يفتح بزنس بحكم أنه يدعم الاقتصاد في الدولة. لكن شو العمر الأنسب للإنسان على أساس أنه يتقاعد؟ سؤال أيضا جدا مهم.
في فقرة جدا مهمة يسموه العمر الحقيقي، يعني شخص عاش 80 سنة، ما هو عمره الحقيقي؟ العمر الحقيقي 80، نصف 40 سنة كان في نوم، ما محسوبة هذه. 40 سنة هذه منها 20 سنة منها كانت مراهقة وطفولة وشبابية، ما محسوبة. كم بقى؟ 20 سنة من 40 الثانية. هذه 20 سنة قضى منها 10 سنوات في العمل، والعشر المتبقية بين العائلة وبين الخروج وبين، إذا عمر الحقيقي هو 10 سنوات. هذا من اللي عمره 80 سنة، إذا كم مطلوب منه بعد؟ مطلوب منه 80 سنة أخرى حتى نقول والله يا أخوي ترى أنت وصلت أنك ما تقدم. حينئذ نرجع إلى سؤالك، ما هو السن المناسب للتقاعد؟ صح، لا توجد دراسة تقول أنه هذا السن المعين هو المناسب، لكن نستطيع أن نقسم فئات المجتمع إلى 4 أقسام من خلالها نضع نفسنا في هذه الفئة ونقرر بعد خطة للتقاعد. أولا نقسم من ناحية اختلاف الجنسين، الرجال والنساء. طبعا ليس هناك نقاط جوهرية في الاختلاف، لكن هناك جزئية جدا مهمة قد تكون هي القشة التي كما يقول تقسم ظهر البعير، وهي مسألة السيكولوجيا والفسيولوجيا للمرأة. الفطرة التي فطر الله تعالى عليها المرأة أن تكون بيتوتية، أن تكون مصدر لاحتواء الآخرين، الرحمة، الله سماها بالقرآن السكن. بعكس الرجل الذي يهوى الخروج من البيت، السفر، الرباعة، الصداقة، هذه الفطرة التي فطر الله تعالى. حينئذ نقول المرأة، بالنسبة للمرأة كلما كان سن التقاعد مبكر في حقها أفضل، لأن هناك مسؤولية أعظم، خصوصا إذا بلغت هذا السن 100%. هي يعني غالبا متزوجات عندها أطفال وصلوا مرحلة المراهقة، من الذي يتابعهم؟ من الذي يهتم بأحوالهم؟ فحينئذ بالنسبة لهذا الجزئية يقولون المرأة إذا بلغت من 30 إلى 40 كحد أقصى أفضل لها أن تخرج إلى التقاعد لمسؤولية أعظم وليس استغناء عن خدماتها. هذا شيء أول. نأتي إلى القسم الثاني اللي هو يعني شخص يحب وظيفته ومبدع في الوظيفة ولا يحب يتركها، خصوصا في تخصصات تكون دقيقة والناس تعتمد عليه، وهو فاني كل حياته لأجل الوظيفة، وخطط التخطيط كامل أنه لديه دخل آخر. فهذا الشخص قالوا الأفضل أن ينتهي العمر المقرر على حسب كل دولة، بعضهم 60، بعضهم 65، في دول أخرى وصل 70. هذا في ناحيتي أفضل لأنه يحب. الشخص الثالث وهذا غالب الناس وصل 40 أو 35، قال أنا أديت مسؤوليتي وهناك مسؤوليات أخرى أحب أن أدخلها، من ضمنها البزنس والسؤال اللي ذكرته، خصوصا في دولة كريمة مثل هذا توفر الدعم من كل جانب. خلاص أنا مسؤوليتي انتهت في هذا الموضوع، وأبقى مستشار للآخرين في تخصصي وأبدأ مشروع آخر تربوي اجتماعي إنساني حتى لو كان مالي. فهذا قالوا من 30 إلى 35 الأفضل له أن يخرج. الفئة الرابعة أصحاب الأعذار، فجأة أصيب بعذر مرض مزمن، فهذا لا نستطيع أن نقول له 30 ولا 50 ولا 100، صح، على حسب العذر. إذن ما في وقت محدد نقول هو هذا الوقت المناسب. نعم. وإنما اختلافات. نعم. طيب أستاذ أحمد، إذا الشخص تقاعد وصار عنده أثر نفسي أو نفسيته تعبت، فكيف نقدر نحن نساعد هذا الشخص المتقاعد؟ صحيح. قبل أن نساعد هذا الشخص ينبغي الإنسان هذا هو يساعد نفسه. نعم. وذلك باعتقاده، هناك قاعدة نفسية تقول ما تمارسه كل يوم سوف تتقنه، يصير لك عادة. يعني أنا أمارس الحزن حزن 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 فأصير كما يقول خبير تنمية بشرية، هذا خبير حزن. الآخر يمارس السعادة فيكون خبير سعادة. هذا الشخص المتقاعد من أول ما صار وظيف أو بدأ ينتهي العمر به إلى نهاية التقاعد، بدأ يفكر أنه ماذا سوف أفعل، ينقطع راتبي، ما هي معيشتي، وإذا بحزن بعد حزن بعد حزن. نعم. تتراكم عليه ويخرج بسلبية مطلقة. إذن النبي يقول في هذا الصدد صلى الله عليه وسلم يقول الخير عادة. نعم. ما حد يعطيك خير. صحيح. أو تقاليد أو شيء، أنت اللي تبحث عن ذلك، أنت تبحث عن السعادة. فأول شيء هو يبدأ يقنع نفسه أنه سن التقاعد ليس سن النهاية، وإنها سن الأنبياء، سن الصلحاء، وأمثلة كثيرة. وحينئذ كيف نقضي على مثل هكذا أمر؟ بمسألة جدا مهمة، طبعا هي تخاطب جميع فئات المجتمع، لكن المتقاعد أو الذي ينوي التقاعد يكون في باب من باب أولى، وهو القضاء على الفراغ.
الفراغ سبب بلاء الأمة. فعلاً الفراغ قاتل. نعم. من الأطفال والله من يعني من الرضع، أنا بقول لك من الرضع إلى 90 و100 سنة الفراغ هو الذي يقتل الإنسان. نعم. فحينئذ كيف أملأ فراغي هذا بأمور كثيرة ربما سوف نتطرق إليها، من ضمنها ما يسمى بالأعمال الإنسانية التطوعية. نعم. من ناحية أجر ومن ناحية ملء هذا الفراغ. نعم. فإذا هو يعالج نفسه قبل أن يطلب من الآخرين. وهنا قبل لا نخرج إلى نقطة أخرى، نصيحة للزوجات، إنه هذا الرجل يعني قضى عمر طويل في خدمتكم، لكن لما الآن جلس أمامك عليك أن مثلا يعني تتقي الله فيه، كما لو كان العكس أنه هذه المرأة كانت تخدم هذا البيت ولما جاءت لوقت راحتها ولتنفيذ مسؤولية أخرى لازم نساعدها، فالبعض. نعم. يساعد البعض وهكذا نمشي إلى بر الأمان. بالضبط. طبعا نحن تكلمنا عن كثير حالات في موضوع التقاعد، لكن بعض الأحيان يكون التقاعد إجباري لسبب صحي، لظروف معينة تخلي الإنسان يتقاعد. كيف نقدر نتعامل مع هذا الإنسان وكيف نقدر نخليه يتقبل هذا الموضوع اللي صار معه؟ نعم، هذا يدخل سيدي الكريم في باب الإيمان، القضاء والقدر. لا يوجد أحد فينا الآن يعني مأمن نفسه أنه ينزل في بلاء، ونسأل الله العفو والعافية طبعا. آمين. لكن لو نزل، هنا يسمى استراتيجية مواجهة الأزمات أو القلق. آمين. ثلاث نقاط مهمة جدا في حياتنا جميعا وخصوصا هذه الفئة. ماذا أفعل؟ أولا يقول لك توقع الأسوأ، أنا أصبت بهذا القضاء والقدر. طبعا إيمانيا هو التسليم لله وما أعرف شو كذا، لكن عمليا لأنه إحنا عندنا إيمان لا يكفي إذا ما تأخذ بالأسباب. صحيح. توقع الأسوأ، أنا توقعت الأسوأ أنه سوف ينقطع راتبي، أين تذهب هذه العائلة، أين كذا، توقع الأسوأ. المرحلة الثانية، كيف أواجه هذا الأسوأ الذي كان في اعتقادي. المواجهة إما إيمانية كما ذكرنا أو الأخذ بالأسباب. ومن ضمن هذه الأسباب كما نحن ذكرنا في دولة كريمة الاستعانة بالجهات المعنية بتوفير له الخدمات المعنية، قد تكون بزنس كما ذكرت، وخصوصا اليوم في عالم التكنولوجيا يستطيع هذا في صاحب المرض المزمن، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله تعالى له الشفاء. آمين. أن يدير أعماله التجارية بموبايل. صح. أو بأمور أخرى بوسائل كثيرة. نعم. إذن توقع الأسوأ، إدارة الأزمات كيف أواجه هذه، ثم في الختام، ثم في الختام وهذه نقطة جدا مهمة وركيزة في هذا الموضوع، بعد أن ذكرنا ماذا ذكرنا، مواجهة يعني توقع الأسوأ ومواجهة هذا الأسوأ، ثم في الختام، ونسيت الختام، ثم النقطة الثالثة وجدا مهمة، الحفاظ على ما تبقى من خير في داخلك. يعني اليوم سامحوني على الإطالة، الإنسان ينظر دائما إلى الجانب السلبي، ما ينظر إلى الجانب الأخر. ابتلاه الله تعالى بجزئية معينة يتعلم منها. نعم. يقول علماء النفس ويوافقهم علماء الشريعة، يقول حافظ على ما تبقى من نعم. أنت قد تكون هذه الأزمة 10% من حياتك، لا تنظر فقط لها. صح. حافظ على 90% الباقية وإلا سوف تهلك. فعلا. وفي الختام يقول صلى الله عليه وسلم، فيه يعطينا حل نفسي وإيماني، يقول لهؤلاء الناس لا تنظروا لمن هو أعلى منكم ولكن انظروا لمن هو أدنى منكم، فإن ذلك أحرى أن لا تزدروا نعم الله، أي لا تكفر نعمة الله. يوم تقول ليش فلان أعطاه وأنا ما أعطاني، انظر هناك ناس الآن لا يجدون مكان ينامون فيه. فعلا. أو اذهب إلى أقرب مستشفى واسمع عنين المتألمين، تقول اللهم لك الحمد مهما كانت هذه الأزمة أنا خير من الآخرين. لذلك القناعة كنز لا تفنى. طبعا طبعا لا شك. أحسنت. شكرا لك أستاذ أحمد آل جميل النعيمي، مستشار أسري ونفسي ومدرب تنمية ذاتية، كل شكر لك على المعلومات وعلى النصائح اللي قدمتها. الله يحفظكم. شكرا لكم. والموضوع متوسع لكن هذه أهم النقاط. شكرا لك. الله لنا ولكم. ما قصرت. بارك الله فيك.